الفنانة الكبيرة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا لمهرجان الجونة، برحب بحضرتك. أهلا اهلا بيك. وسهلا بيكي، منورانا. ربنا يخليكي. ألف مبروك على النسخة السابعة أو الدورة السابعة من مهرجان الجونة، وكلنا متحمسين جدا جدا عشان نشوف إيه اللي هتقدمه لنا في الدورة دي من المهرجان. هو الميزة في مهرجان دورة السابعة إن إحنا بنرجع تاني كمهرجان، مش مسألة. يعني الحقيقة الإعلام لما شاف الدورة السادسة بالظروف اللي مرت بيها الدورة السادسة في حرب غزة، ما كناش نتوقع انها تقعد سنة. صحيح. ولكن الحمد لله قدرنا نعمل مهرجان لفلسطين، وعملنا افلام واتكلمنا عن المواضيع واتكلمنا عن المشاكل، وكان مخصص لفلسطين وقتها. فشافوا ان المهرجان ده شيء يعني مهم، ان الفن ده شيء مهم، ان الفن ده مش ريد كاربت وفساتين وبس، لانه كان شويه في اخر سنتين ثلاثه كان محصور في المعنى ده. صحيح. وده ما كانش هدفنا خالص. ده على فكره اي فنان في العالم بيروح ريد كاربت لازم يبقى على اكمل وجه، ده عادي، ده شيء عادي، بس مش هو ده بس الاساس. الاساس انك انت في تبادل ثقافي، في تبادل فني، في علاقات بينك وبين الاخر عشان يعرفوا مشاكلك ايه، عشان يتكلموا معاكي، عشان تعرفي تحلي مشاكل، عشان تقدري تعبري عن اوجاعك. كل ده ميزه الفن. في النهارده او في الدوره السابعه من مهرجان الجونه حاجه مميزه جدا هتتعمل، وهي تكريم الفنان الكبير والجميل محمود حميده. احكي لي بقى عن يعني الاختيار. اقل ده. حاجه نعملها لحميده، لان حميده فنان كبير قوي قوي وجميل، واخلاقيا من اعظم الناس ومن اعظم الصحاب اللي ممكن يكونوا في حياتك. فمشوار طويل بيني وبين حميدة، ونجاحات كبيرة جدا بيني وبين حميدة، وبقول له أقل حاجة نقول لك يعني نشكرك على 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 مشوارك الرائع الجميل، وإنك أنت فنان جاد جدا، وإنك أنت فنان بتحب شغلك قوي قوي، فبتمنى لك كل التوفيق. ويعني ده حاجة صغيرة تعبيرا مننا احنا كمهرجان جونة لحبنا واحترامنا ليك. عرفت من أستاذة ماريان ان فيلم الافتتاح هيكون فيلم قصير، ودي تاني مرة بعد السنة اللي فاتت. انا بتصور ان ده احسن حاجة بتعمله او بتقدمه. فيلم قصير ليه؟ هقولك ليه. محدش بيقعد على الفيلم الطويل، لانه بيكون جه من بدري وعمل ريد كاربت طويل وانترفيوهات كتيرة وقعد، والعرض بتاع الافتتاح الناس بتكون تعبت، بتكون تعبت. فانت مش ما تقدريش تقعدي على كرسي 12 ساعة. صحيح. واخده بالك؟ او 10 ساعات او 6 ساعات حتى، فبيكون الناس تعبت فعايزة تمشي. يعني فيلم قصير هتقدري تقعدي كمان تلت ساعة نص ساعة، فاهمة قصدي؟ فده مش هيضايقك، وفي نفس الوقت فيلم. كنت بتكلم مع عمرو منسي وقال لي ان في مفاجآت كتير وان في حماس كبير. أنا مش جدا هقول. جدا هو مش اللي هسألك يقول. مش هسألك عن المفاجآت، بس انا عرفت من باشمهندس نجيب انه ممكن يكون في حاجه تتعمل للعالمي عمر الشريف، ان هو طلب انه يتعمل له فيديو. انا معرفش، مش هقدر اقول حاجه خالص. طب احكي لي، متحمسه قد ايه للدوره دي، وايه اللي ممكن نشوفه في الدوره دي؟ انا متحمسه جدا للدوره دي، وبشوف ان الدوره دي يمكن تبقى كومباك للدوره الاولى. للدوره الاولى كانت هي كان بالنسبه فيها لي انا احلى دوره. ده حقيقي، احلى كانت دوره، كانت من احلى الدورات حقيقي، يعني بصراحه. فاحنا عايزين ده، عايزين المعنى ده، عايزين المحبه دي، عايزين الفرحه دي. هنشوف عنصر ابهار مره تانية زي ما كنا متعودين دايما من مهرجان الجونه عليه من غير مقاطعه. يا رب. بشكرك جدا جدا. بشكر حضرتك جدا وكل التوفيق، وان شاء الله تكون دوره ناجحه على كل المستويات. اتمنى. عموما احنا بنعملها حبا في الفن وحبا للبلد، واحنا بنعملها في حته من اجمل بقاع العالم اللي هي الجونه، وبتمنى ان العالم كله يجي يشوف بلدنا قد ايه حلو. اكيد. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا، نورتيني. شكرا. ميرسي يا حبيبي.